مرحبا سيف، يعطيك العافية. انت بالبيت مثل العادي عندك طلة حلوة كتير، لانه انت طلتك بالاساس بالحياة من جوا ومن برا حلوة ما شاء الله عنك. هذا اللي انا بعرفه فيك يعني من زمان. في اشياء ثانية انا ما بعرفها وما بعرفها يمكن اكيد، بس بكل الاحوال انا من تجربتي بعرف ان المخرجين انواع. انا بوقف عند نوعين. نوع ما بيقبل الا يكون شريك مع الممثل ومع الجميع، مع كل عناصر العمل، حتى مع دي او بي، مع الصوت، مع كل الحالات الفنيه اللي خلف الكاميرا. بيكون بيبقى شريك، بيستفيد من عناصر وبيتناقش معها وبيختلف معها ليوصل لنتائج، وبيقبل اقتراحات. المخرج اللي عقله مفتوح، اللي بيقبل كل هذه العلاقه بالشراكه مع الجميع، بعتقد هذا بيلامس النجاح اكثر من غيره. انا كنت اتعب كثير مع مخرجين لا يقبلوا الشراكة، لا يقبلوا ويفهموا انه العائل كل ما فتح كل واحد بصنع نتائج افضل باقتراحات مختلفة، وانه المسألة مسألة تعاون. انت من المخرجين اللي من اول ما تعرفت على تجاربك الاولى انت بتطرح نفسك شريك، وهي ميزة فيك. انا ما اتمنى توصل لمطرح ابدا تتخلى فيه عن هاي الميزة، انك انت دائما بتطالب بالشراكة قبل ما يطالب فيها الممثل مهما كان دوره صغير ولا كبير. أنا ما بتمنى أبداً إنك تتخلى عنها النقطة، بالعكس أنا بتمنى تكرسها أكثر وتوصل لمستويات أبعد بشغلك. بس هلا أنا بدي أسألك، شو رأيك بالمخرجين يلي ما بيعرفوا يعملوا شراكة؟ شو حلتهم هدول؟ سؤال من النجم السوري عباس النوري، من وجه له تحية حب. أول شيء بدي سلم عليه وقل له مشتاق له كثير لأبو ميار. أنا كثير علاقتي بالأستاذ عباس كثير حلوة، وصلنا زمان يعني من زمان نحن بنشتغل سوا، من أيام الحصروم الشامي وإذا انتبهت وسحبت مسلسلات طويلة ففعلا وإذا انتبهت هي الفكرة اللي حكاها الأستاذ عباس اللي حكيتها أنا هلأ من شوي، اللي هي هو منتبه عليها، هو لاقطها. شايف الممثل لما بيلقط الفكرة، انه انا دائما بحسس الممثلين انه انا شريككم، يعني انتوا قدموا قولوا خليكم معي. مزبوط. انا مو بدي اياكم بس تتحركوا واعملوا، لا لا لا، بدي اياك تفكر حتى معي. عرفت شلون؟ فهي الفكرة هي اللي حلوة هالشراكة. هلا رأيي بالمخرجين التانيين، انا بحس انه ما هدول صعب يتطوروا، هدول المخرجين التانيين يلي هيك يلي من تبع انه ما بيسمع غير صوت نفسه، فما بيتطور. وعلى فكره بيبين هذا الشيء بشغلهم، يعني انت بتتفرج هيك على اعمالهم بتلاقي انه بتحس انه في هيك شيء. فاذا هيدا جوابك على سؤال النجم عباس النوري، وبشكره كثير وبوجه له بشكر كل النجوم يلي مشاركين بهالفقره.